السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الحادي عشر مستوى متقدم في الجزء الخامس من مراجعة منتصف الفصل الدراسي الثاني مادة الأحياء. نكمل معا أعزائي الطلبة الأسئلة المقالية. السؤال الثالث يقول: علل لما يلي أو أذكر السبب العلمي. يمكن بناء أكثر من سلسلة بروتين في نفس الوقت بواسطة نسخة واحدة من الـ mRNA. من المعلوم عزيز الطالب كما درسنا سابقا أن الـ mRNA هو المسؤول عن نقل ونسخ المادة الوراثية من الـ DNA الموجود في النواة إلى السيتوبلازم لكي ينقلها إلى الـ tRNA التي يترجمها إلى أحماض أمينية الذي يوصلها إلى الريبوسوم لبناء البروتين. فمن الممكن أن يرتبط أكثر من ريبوسوم بشريط واحد أو بنفس الشريط من الـ mRNA لقراءة ترتيب الأحماض الأمينية والأكواد الموجودة عليه لبناء أكبر عدد من البروتينات في وقت أسرع وأقل. تكون الإجابة بسبب ارتباط أكثر من ريبوسوم بنفس شريط mRNA، وبالتالي يمكن بناء أكثر من سلسلة من البروتين في نفس الوقت وبسرعة عالية. السؤال الثاني: يوجد 61 نوعا مختلفا من حمض tRNA. كما نعلم أعزائي أن عدد الأحماض الأمينية المتواجد في الطبيعة هو 20 حمض أميني، ولكي نكمل عدد الشفرات المناسب لعدد الأحماض الأمينية لابد أن يكون عندنا 64 شفرة لكي تكفي عدد الأحماض الأمينية. منهم 3 شفرات لا يرمز لها الأحماض الأمينية، وهي شفرات التوقف أو الستوب كودونز، و 61 شفرة ترمز إلى أحماض أمينية، منها شفرة البدء كودون البدء حمض الميثونين AUG، و60 شفرة إلى باقي الأحماض الأمينية، أي بمعدل أن لكل حمض أميني 3 شفرات أو 3 أكواد. وظيفة الـ tRNA هو نقل الأحماض الأمينية من السيتوبلازم إلى الريبوسوم. وبما أنه يوجد 61 نوع أو 61 شفرة للأحماض الأمينية، فلابد من توافر 61 نوع من أنواع حمض الـ tRNA. فإذن تكون الإجابة أعزائي بسبب وجود 60 شفرة أو 60 كودون للأحماض الأمينية المختلفة، بالإضافة إلى كودون البدء اللي هو الـ AUG وهو الذي يرمز إلى حمض الميثونين. السؤال التالي: إذا علمت أن نسبة الجوانين في الـ DNA 45%، احسب النسبة المئوية للآتي: السيتوسين. معلوم أن قاعدة الجوانين في الـ DNA ترتبط ارتباطا مباشرا في الشريط المكمل له بقاعدة السيتوسين بثلاث روابط هيدروجينية، ولذلك لابد أن تكون النسبة المئوية للجوانين مساوية للنسبة المئوية للسيتوسين، ولذلك ستكون الإجابة هي 45%. قاعدة الأدينين: كم تكون نسبتها المئوية؟ بما أن الجوانين والأدينين من البريميدينات، أحسنتم، خطأ، الأدينين والجوانين من البيورينات، وبما أن نسبة البيورينات تساوي نسبة البريميدينات تساوي 50%، وبما أنه يوجد في السؤال النسبة المئوية لقاعدة الجوانين اللي هي 45%، فيكون باقي 50% وهي 5% نسبة الأدينين. ننتقل إلى السؤال التالي. لاحظ هنا عزيزي الطالب من خلال مربع بنت التركيب الجيني للأباء والأبناء. نلاحظ أن التركيب الجيني للأبناء هو عبارة عن
50% لصفة اللون السائد وهي صفة اللون الأحمر وهي كلها طبعا غير نقية، و 50% لصفة اللون الأبيض وهي صفة المتنحية وهي بالطبع صورة نقية. وبالتالي يكون النسبة المئوية للأفراد الناتجة 50% للنباتات الحمراء الهجينة غير النقية، و 50% للنباتات البيضاء. طبعا في السؤال مطلوب نسبة الناس الأحمر اللون، فتكتب الإجابة 50% نباتات حمراء هجينة أو غير نقية. ننتقل إلى السؤال التالي، كيف يمكن أن يكون لنفس النمط الظاهري نمطان جينيان؟ النمط الظاهري هو الصفات الخارجية الشكلية التي تبدو وتظهر على الفرد بسبب نمطه أو تركيبه الجيني. لكي نجيب على هذا السؤال لابد أن يكون النمط الجيني هنا لنفس النمط الظاهري، إما أن يكون نمط جيني نقي أو غير نقي. مثال تي كابيتال تي كابيتال وهو نمط جيني نقي، وتي كابيتال تي سمول وهو نمط جيني غير نقي، وكلاهما يعبران عن نفس النمط الظاهري وهو على سبيل المثال نبات طويل الساق. السؤال التالي، في الإنسان مرض الهيموفيليا مرض متنحي مرتبط بالجنس، إذا تزوجت سيدة سليمة من رجل سليم كان نصف الأولاد مصابين بمرض الهيموفيليا، ما هو الطراز الجيني للأباء والأولاد؟ بما أن هذا السؤال مذكور به أن هذه الصفة المرضية صفة مرتبطة بالجنس، لابد أن يكون التركيب الجيني للأباء والأبناء مرتبط بالكروموسومات الجنسية، أي أنه في حالة الأم السليمة تكون XH capital XH small، أي أنها حاملة للمرض. حاملة للمرض تعني أنها لا تعاني من الإصابة ولكنها تحمل قليل من قليلات الإصابة من الممكن أن تورثه لأبنائها، ويكون التركيب الجيني للذكر XH capital Y. من خلال مربع بنت الموضح أمامكم نلاحظ أن نصف الأولاد، والمقصود بكلمة الأولاد هنا هو نصف الأبناء الذكور، لاحظ معي يوجد فردين ذكور XH capital Y XH small Y، منهم فرد سليم وهو المحتوي على الأليل السائد، والفرد الآخر مصاب وهو المحتوي على الأليل المتنحي، فيكون عدد أو نسبة الأولاد المصابين بالمرض هي نسبة 50% مصاب 50% سليم. يبقى إذا النسبة المئوية 50% من الذكور مصابون، أو 25% من الأبناء عموما، من الأبناء تعني الذكور والإناث. السؤال التالي، أسرة فصيلة دم الأب فيها AB وفصيلة دم الأم B وأنجب أبناء فصيلة دمهم A بنسبة 25%، المطلوب ما النمط الجيني لفصيلة دم الأم؟ لاحظ معي هنا عزيزي الطالب، لكي ينجب هذا الأب وهذه الأم أبناء من فصيلة دم A، ولاحظ معي أيضا فصيلة دم الأب AB، فلابد أن تكون فصيلة دم الأم هي فصيلة دم B غير نقي، أي تكون B O. ما النمط الجيني لفصيلة الدم B في الأبناء؟ لكي نستطيع استنتاج النمط الجيني لفصيلة الدم B في الأبناء لابد أن نقوم بعمل التزاوج بين الأب والأم، ونقوم بعمل مربع بنت كما هو موضح أمامكم، ويكون النمط الجيني لفصيلة الدم B في الأبناء كما هو موضح في مربع بنت فصيلة الدم B نقية وهي يرمز لها بالرمز BB، وفصيلة الدم B غير نقية وهي يرمز لها بالرمز BB.